واش لي زامي كديرين بخير، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد بلوك سبيسيال. بغيت نشارك معكم الاصدقاء ديالي. شتو العنوان؟ عرفتوا الفيديو ديالاش؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الفلوق ديالي، واخيرا اخوكم غادي ياخذ السياره. بغيت نشارك معكم وتشوفوها معايا الاصدقاء ديالي، ولكن ما تدوش عليا رانا صايق وغادي كنهضر. قبلوا على اخوكم. صراحة الخوت كنت من قبل جيت شفت الطوموبيل اللي بغيت، اختاريت اللون اللي بغيت، ما اشتركتش معكم الاول، ولكن قلت غادي ندير فيديو ونشاركه مع الاصدقاء ديالي وتشوفوه معايا وتشوفوا الطوموبيل اللي خديت وتعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير كيف جاتكم الاصدقاء ديالي، واكتبوا لي مبروك الطوموبيل الخوت حشو عليكم. صراحه الخوت بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي، فيها فرحه، فيها شي حاجه زوينه، احساس زوين انك غادي تشري طوموبيل، فرحه زوينه، تلقى باش تخرج، تلقى فين تسافر باش تسافر، واخا المازوط ولا غالي الخوت، ولكن عندنا ما نديرو، الحياه هي هادي غاديه تدور الخوت، ما علينا الا نصبروا. يلا معايا الخوت غادي تشوفوا معايا ان شاء الله وتعيشوا معايا الجو ديالي، الاجواء ديالي ان شاء الله، فرجه ممتعه. اذا كنتوا اول مره كتفرجوا معنا في هذا الفيديو هذا، ما تنساوش الاشتراك، اي لايك، اي كومونتير، وتفعيل الجرس الخوت. ما تنساوش تعطونا الراي ديالكم على هذا الفيديو كيفاش جاكم الاخوان ديالي. ما تنبغيش نبقى غادي وكنهضر بزاف، راكم عارفين مع الطريق. المهم نكملوا الفيديو ملي نوصل ان شاء الله، نكملوا الفيديو ديالنا لي زامي، فرجه ممتعه. المهم الخوت غادي تعيشوا معايا الاجواء ان شاء الله. غادي نمشي نخلص لاسورونس، غادي نقضي الاغراض ديالها ان شاء الله، وغادي نشارك معكم منين ناخذها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وكنتسنى التعليق ديالكم تعطوني الراي ديالكم كيف جاكم هذا الفيديو. الخوت كنحماق عليكم الاخوان ديالي، انا يلا قربت ان شاء الله لا ميزون، تشوفوا معايا الاجواء، تعيشوا معايا الاجواء ديال اي حاجه ان شاء الله، دوزوها معايا ان شاء الله في الفيديو هذا. ما نكذبش عليكم الخوت، الحمد لله برضك الوالدين ورضا ديال الله سبحانه وتعالى سهل عليا وخديت هذه السياره هذه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يسهل على كل واحد، الله ييسر لكل واحد بالرزق وبالتيسير، واللي في قلبه شي حاجه الله يحققها ليه، اللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه. نتمنى لكم الرزق والتيسير، ونشوفكم دائما فرحانين دائما ناشطين، واللي خدام الله يسهل عليه، اللي ما خدامش الله يسهل عليه، ونتمنى لكم ان شاء الله الرزق والتيسير والنجاح في الحياه، تكونوا دائما 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 فرحانين. الخوت انا يلا قربت لا ميزون، ما بقى لي والو ان شاء الله، ودخلوا معايا وتشوفوا معايا الفيديو هذا، دوزوا معايا. بقوا معايا الخوت لي زامي، خوتي وحبيبي العزاز، يلا معايا تعيشوا معايا الاجواء. سيطر وين؟ يلا معايا. الاخوان ديالي الحبيبي العزاز، هذه هي العروسه ديالي. نشارك معكم وتشوفوها معايا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. بسم الله. صراحة زوينة من الداخل، تشوفوها معايا، فيها طابلو تاكسي، فيها بلوتوث، فيها كل شيء. الإخوان ديالي هذا هو الكفر ديالها، الله. دابا الخوت خاصني نمشي نخلص لاسورونس، غادي نشارك معكم الطريق ان شاء الله، ونجي في العشيه مع الجوال في مسا ديال العشيه، نجي نديها. الخوت يلا غادي نمشي دابا، يا غادي نخلص لاسيرونس ان شاء الله، ومن بعد نرجع عندي السياره ديالي
الفرحة كبيرة أخوي. مهم أنا يلا قد يمشي خلص لسرانس والعقوب الميدان إن شاء الله الله يجيب الزوجة إن شاء الله تكون صالحة يا رب. الاخوان ديالي يلا مشيت خلص لاسيرونس يلا خلصها ان شاء الله غادي نمشي وناخذ السياره ديالي وناخذوا العروسه ديالنا. الله يسهل عليكم الخوت والله يسهل على كل واحد بالرزق وبالتيسير وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. نحاول يقرب بقى والو الخوت. يلا معايا نمشوا ان شاء الله ناخذ السياره ديالي. الاخوان ديالي يلا جيت للدار شريت لها تويشيات شريت لها طابيات شريت لها ديال البولون تويشيه ديال الدار هنا. المهم الاخوان ديالي غادي نشارك معكم اللحظات ديالي فيديو ديالي كيفاش داز غادي نشارك معكم ونتقاسم معكم الاخوان ديالي الحبيبه ديالي اللي كان دائما معايا. ها هي معنا بقاو معايا كملوا الفيديو ما تنساوش عطونا الراي ديالكم في التعليق الاخوان ديالي. يلا معايا لي زامي يلا ركبت ليها شنو نقول لكم يلا ركبت ليها ديال البولون يعني تنحلقوا على شويه تنقعد شويه دابا غادي نركب الطابيات يلا شريتهم من اسواق السلام غادي نشارك معكم تشوفوا معايا ان شاء الله غادي نركب دابا الطابيات الخوت. لي زامي يلا خديت الطابيات من اسواق السلام كيف قلت لكم الثمن ديالهم 130 درهم. المهم نحلقوا على شويه وانا معكم راكم عارفين الواحد ضروري خصو يحلق على الطوموبيل سيرتو باقا جديده نقادوها ونحلقوا على الاخوان. ما تنساوش تعطونا الراي ديالكم في لي كومونتير تشجعونا بالتعليق بلي لايك يلا الخوت تشجعونا تشجعونا. الركبة ديال القدام ان شاء الله اجوا معي تبعوني 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 الله عيو الله. نتمنى الاخوان هذا الفيديو هذا ان شاء الله يعجبكم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا بالتعاليق ديالكم باللي لايك وما تنساوش لي لايك لي لايك دائما الاخوان ديالكم. الاخوان ديالي وصلنا لنهايه ديال الفيديو تهلاو بلي قاسكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ديما على قناه مروان.